قد يطرح الكثير التساؤل، طيب لما الدول الأوروبية وأمريكا لا تواجه نظام قطر؟ لأن كما الدول الكبار كجمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية يرون في نظام قطر وقضية نظام قطر قضية بمعنى الكلمة صغيرة جدا 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 جدا، وهم وسقط نظام قطر أخلاقيا وسياسيا في بين الدول. ولم الآن نحن نتحدث لمجرد الدول تتعامل مع هذا النظام كأنه نظام عشوائي يتصرف بشكل عشوائي ويجب تأديبه عبر المنابر الدولية، ولكن الدول الأربع وأفضل طريقة للتعامل مع هذا النظام مقاطعته، وهي أفضل طريقة والطريقة الأمثل لمحاربة ومكافحة الإرهاب إذا ما تم تبنيه من قبل النظام كما يفعل نظام قطر. وأتمنى أنه حتى كلمة النظام هي كثيرة على نظام قطر، هو يتصرف بالآونة الأخيرة كعصابة وليس دولة ومؤسسات أو نظام. الأستاذ أمجد طه من المنامة، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على كل هذه التحليلات.